وللحديث عن آخر تطورات المشهد السوري معنا من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا سيد حفار. أهلا بكم. أهلا بك سيد حفار. يعني جولة خامسة كما تعلم من اجتماعات اللجنة الدستورية تجري اليوم في جنيف، إلى أي مدى ستختلف عن سابقاتها؟ هل من جديد سوف تقدمه هذه الجولة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة لا يعتقد أن هذه الجولة سوف تكون مختلفة كثيرا عن الجولات السابقة التي كان السمة الأساسية فيها هي عامل المشاغلة. كان النظام حول أن يشاغل المعارضة ويغرقها بالتفاصيل دون أن يعني يبت في أي قضية عملية فيما يخص إحداث أي تقدم في عملية كتابة الدستور في اللجنة الدستورية. هذه الجولة تأتي وسط أجواء متوترة، وفي نفس الوقت يعني هناك العديد من المعطيات الضبابية اليوم على الأرض، مثل مصير القوات التحالف، الدور الأمريكي القادم فيما يخص سوريا، الموقف من إيران، موقف النظام نفسه وإصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية وغيرها. لذلك لا يتوقع تكون هذه الجولة مختلفة كثيرا عن سابقاتها. بالنسبة لي يعني بالمشهد الأمريكي هناك تغير كبير، لربما تغير الإدارة الأمريكية، هل سيؤثر هذا بشكل أو بآخر على مجريات هذه الجولة؟ يعني لا يعتقد أنه ممكن أن يلقي بظلاله بشكل مباشر على مجريات هذه الجولة مباشرة، لأن هذه الجولة مقررة أصلا منذ فترة، وأيضا ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في سوريا لم تتضح كثيرا بعد، لأنها ليست من ضمن الأولويات الأساسية في جدول بايدن في 100 يوم الأولى مثلا أو ما شابه. هناك قضايا أخرى تتعلق بالداخل الأمريكي. لذلك العامل الأساس هنا يعني ليس السياسة الجديدة للولايات المتحدة بقدر ما هو الضبابية التي تحيط بهذه السياسة في الحالة السورية. يعني في خضم تنصل النظام من الكثير من تعهداته، هل يمكن الاعتماد فعلا على سبل الحل السياسي للأزمة في سوريا برأيك؟ يعني هو إلى الآن لم تستطع الحالة السورية تدخل فيما يمكن أن نعتبره حلا سياسيا. هي إلى الآن تباؤ حول أطر الحل السياسي وشروط الحل السياسي وقواعد الحل السياسي وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هناك تأخر كبير جدا طبعا في الانتقال إلى أي مشهد سياسي من أي نوع، إضافة لأن النظام طوال الفترة الماضية سواء مع بدء أعمال اللجنة السورية أو قبلها لم يبدي أي نوع من التجاوب الإيجابي نحو فكرة المضي في أي نوع من أي أنواع الحل السياسي. هو ما زال يطرح ويميل ويتحدث عن حل أحادي الجانب يتضمن إعادة سيطرة قوات النظام على مختلف مناطق سوريا وإخضاع السوريين لهذه السيطرة. يعني هنا السؤال، على ماذا يعول النظام في هذه الفترة؟ النظام يعول بشكل كبير على حلفائه، على الدعم الذي يقدم له من روسيا وإيران في مقابل ما يعني التنازلات التي قدمها لهذه الدول في ما يخص مؤسسات الدولة. وبالتالي هو يفترض أن تحالفه مع هذه الدول سوف يعطيه نوع من الدفعة باتجاه الصمود أطول فترة ممكنة ريثما يتمكن من تحقيق مآربه. نعم، إذن باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا، شكرا جزيلا لك.